الله يعطيكم العافية. بالنسبة للفيزا التركية لك خيارين، الخيار الأول تطلعها عن طريق موقعهم الإلكتروني بالإنترنت، الخيار الثاني أنك تأخذ الجواز في الجهاز اللي مقابل الجوازات بالضبط وتحطه تحت سكينر وتطلع الفيزا أنت بنفسك. وطلعت الفيزا الآن من الجهاز وراجع للموظف نفسه أساس يختم لي وندخل على اسطنبول بإذن الله. خلصنا الفيزا، الآن طالعين لاستلام الشنط. راح أتكلم عن الفيزا الآن بالنسبة للمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة للفيزا المواطنين مجلس التعاون الخليجي، القطريين يدخلون تركيا بدون فيزا، الكويتيين يدخلون تركيا بفيزا بدون مقابل مادي، وباقي دول الخليج يدخلون تركيا بفيزا بمقابل مادي يختلف من 60 إلى 80 دولار من دولة إلى دولة. أول ما وصلوا المطار طبعا كانوا في الاستقبال الإخوان في شركة لامار هوليديز، الشركة الراعية الرحلة بإذن الله إلى تركيا. يعطيهم العافية. شركة لامار هوليديز، إذا تذكرون معرض دبي الدولي اللي حضرناه قبل فترة، تعرفت عليهم وقدموا لي دعوة لزيارة تركيا. فكان معرضهم في دبي وكان جناحهم كبير جدا، وشفت شغلهم صراحة وعجبني شغلهم وفروعهم العالمية في دول العالم مثل لوس ولندن وماليزيا وأيضا دبي وجدة والرياض، يعني فروعهم في مختلف دول العالم. الآن جاي أشوف شغلهم وانقل لكم بالضبط. طيب راح أتكلم على خدمة الإنترنت. أنا ما أستخدم شريحة تركية أو أي شريحة ثانية، أنا في رحلاتي أستخدم شريحتي الكويتية عن طريق شركة زين. عندي اشتراك شهري مع شركة زين قيمته 40 دينار كويتي، يفتحوا لي الانترنت إذا سافرت في أغلب دول العالم بدينار واحد باليوم تقريبا 10 ريال. وصلنا للفندق اللي هو فندق كمبنسكي في اسطنبول، اللي راح نجلس فيه إن شاء الله طول فترة الإقامة في اسطنبول. الفندق طبعا من فئة 5 نجوم، له قصة راح أتكلم عنها إن شاء الله بكرة. الفندق هو إستوري، طبعا هو فندق زعماء ورؤساء الحكومة. من ضمن المشاهير اللي حاطين لوحاتهم تحت كثير من رؤساء العالم، كثير من زعماء العالم، ولكن اللي لفت نظري سعود الفيصل رحمة الله عليه، كان يحب الفندق. بكرة راح أشرح لكم إن شاء الله بالصور من زعماء العالم اللي يفضلون السكن في هذا الفندق. طبعا هذه إطلالة الفندق الرائعة صراحة. الآن طالعين على مطعم مدحوا لي إطلالته، يقولون إطلالته شيء يعني خيال. راح نطلع مع بعض ونشوف.
شوفوا الحمام، هذا حمام على ليتات الفندق. شوف شلون ثانك يو نايت. معروف على الأتراك أنهم فنانين في الأكل وأيضا فنانين في الحلو. يا ويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم ثاني يوم ولكن أول يوم تغطية لنا في اسطنبول. راح نبدأ إن شاء الله بعد شوي في التغطيات، راح ننزل تريق الآن وبعد الريوق إن شاء الله غطي بعض مرافق الفندق وبعدها اسطنبول. ملاحظة صغيرة قبل أنزل، بعض الرسائل يقولون أبو نواف هذا لبسك قاعد تكرره وما تغيره. طيب يا أخوان أنا أقدم معلومة ما أقدم عرض زيارة، يعني التركيز على الأمور الثانوية اتركوها يا أخوان، ركزوا على المعلومة. أنا أستانس جدا لما أحد يسألني عن معلومة والله، أما أغير اللبس وأصبغ ما. وبعد الفطور الحمد لله الحين باخذ لكم لفة صغيرة على حديقة فندق كمبنسكي في اسطنبول. على فكرة ترى مو مطلوب مني اغطي الفنادق، لكن انا اغطيها عشان انتم تستفيدون، ولا عقودي مع الشركات اني ما اغطي الفنادق، ولكن عشانكم تستاهلون. كمبنسكي أو قصر كمبنسكي في اسطنبول هو من أعرق الفنادق وأقدمها، لكن مو هذا الغريب، الغريب الآن. العجيب في الموضوع أن الملك سلمان الله يحفظه أيضا من مقيمين فندق كمبنسكي، راح أصور لكم.
وغير الملك سلمان الله يحفظه، كثير من زعماء العالم ومشاهير العالم أقاموا في هذا الفندق. بعد شوي راح نقول لكم الصور بالتفصيل. طبعا إقامات زعماء العالم وحكومات العالم وملوك العالم عادة ما تكون في هذا المبنى التاريخي اللي يزيد عمره على 200 سنة تقريبا. أما مشاهير السوشيال ميديا والسناب شات والإنستغرام، هذا مبناهم. هذا مبنى المشاهير اللي يقيمون فيه حال محل. حدائق الفندق كثيرة، اطلالتها ولا أروع، حمامات سباحة كثيرة أيضا، واللي أهم من هذا كله فطور الفندق كومبونسكي ولا أروع صراحة. خلصنا من تغطية حديقة الفندق والقصر التاريخي وأيضا إطلالة البسفور. الآن راح نشوف من هم الزعماء أو المشاهير اللي أقاموا في هذا الفندق.